اهلا بيكو، معاكو وليد عشان تعرف على كل جديد في الاي سبورت والفيديو جيم. النهارده هنتكلم عن العاب البلاي ستيشن بلس لشهر مايو، وهم 3 العاب. اول لعبه معانا النهارده هي لعبه جريد ليجنز. اللعبه فيها شويه عربيات بتجري بصوره رهيبه، وفي مودات متنوعه للعب، سواء بقى في مود القصه او مود لعب واحد انت بتعمله شخصيه بتبتدي بيها اللعب. في مود الاونلاين بيخليك تلعب مثلا مع 22 لعيب في نفس الوقت على النت. بالنسبه لاسلوب اللعب فهو حلو جدا، خصوصا مع وجود مود القصه. مود القصه ده بقى في حاجه غريبة شوية، بيدخلك كده في احداث حلوة بعيد عن السباق. يعني بتلاقي نفسك وقعت في عداوة مع شخص، ولما بتدخل السباق بتلاقي الشخص ده مستقصدك وعايز يخسرك باي شكل، مش مهم هو يكسب، فبتبقى ما بين انك تكسب او تهرب منه. من العاب السباقات السريعة نروح بقى للقرون الوسطى، والتاني لعبة معانا النهاردة وهي لعبة شيفرلي 2. على الرغم ان احداث اللعبة في العصور الوسطى لكنها بتتلعب اونلاين بس. كنا متعودين دايما كده ان الالعاب اللي من النوعية دي بتكون ليها مود قصة وبتبقى اوف لاين. اللعبة بقى فيها كمية سيوف ورمح كتيرة جدا ومشاهد دموية رهيبة، وفي كمية كده لخبطة وعشوائية ما شفتهاش في اي لعبة قبل كده، بس هم عاملينها بطريقة انها تكون ميزة في اللعبة، لان كله عمال يضرب في كله، وكل الناس بتلعب اونلاين في اللعبة، سواء بقى بتضرب بالسيف او الرمح. مفيش بقى نظام الاسلحة المتطورة بقى بتاع لعبة مثلا ابيكس ليجند او ببجي موبايل، الالعاب اللي احنا بنلعبها دي دايما. فلو حابب انك تخرج عن مود الالعاب دي مع اصحابك، ممكن تلاقي تجربة جديدة في اللعبة دي. في مثلا عندك مود بتلعب فرقتين ضد بعض، فريق بيدافع والفريق التاني بيهاجم، وفي مود اللعب الفردي بيبقى كل واحد نازل لوحده، يعني مفيش حد مع حد، في كمية عشوائية في اللعبة بس ايه مقبولة. وتالت لعبة معانا النهاردة هي لعبة ديسندرز. دي بقى لعبة لمحبين العاب الدراجات بقى، بتعمل شوية حركات وشقلبصات في الانحدارات الموجودة في السباقات، كل حركة بقى بتزود لك نقاط معينة بتنفعك في اللعبة. فيها انواع كتير من اللعبة. احلى حاجة موجودة في اللعبة دي ان هي فيها مود اونلاين تلعب مع ناس حقيقية، وطول الوقت انت بتزود الليفل بتاعك وهكذا. بس للأسف اللعبة هتكون متاحة بنسخة البلاي ستيشن 4 بس. بقول كده عشان مستخدمين البلاي ستيشن 5 هيلاحظوا ان في وقت في شاشات التحميل بتقعد تاخد وقت شويه، ان طبعا احنا عارفين في فرق ما بين بلاي ستيشن 4 و5 في وقت التحميل، الموضوع بيكون اسرع جدا في الفايف، لكن بالنسبه للجيم بلاي الموضوع مش بيكون مؤثر خالص في اللعبه دي.